بعد ما جهزناها كده ابدا هاتيها في قلب المصحف كده وحطيها واقفل عليها كويس خالص 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 وسيبيها الوقت اللي هقولك عليه ده هتخلصك من كل الديون الموجوده عليكي او لو عندك مشاكل في الماديات مشاكل في الرزق ما فيش في بيتك ولا قرش تعالوا مع بعض نشوف الوصفه اللي هتملى بيتك بالخير وبالفلوس وبالاموال هتريح نفسيتك جدا وهتخلصك من جميع المشاكل الموجوده في حياتك يا ريت ما تبخلوش عنا بلايك للفيديو واشتراك للقناه ويلا بينا نسمي الله مع بعض ونشوف الطريقه والوصفة هنعملها إزاي؟ السلام عليكم معكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة أوريكم وصفة سهلة وبسيطة جدا للتخلص من مشاكل الرزق ومشاكل المال في البيت عندك اتحسدتي عندك حسد شديد جدا أثر على الماديات في بيتك عندك ديون عندك هموم بسبب الديون عند ابنك ديون كمان الوصفة دي مش ليك انت بس دي بتريح كل اللي حواليك بتريح ولادك بتريح بناتك بتريح زوجك بتريح كل اللي حواليك لمجرد ما تعمليها وصفه غايبه عن ناس كتير جدا ومحدش ابدا يعرفها، لو عرفتي الوصفه دي عمرك ما هتعاني من اي ماديات في حياتك، عمرك ما هتعاني من موضوع مشاكل في الماديات والرزق في بيتك، هتلقي بيتك مليان بالخير حتى لو اتحسدتي حسد قوي جدا جدا، حتى لو كان الحسد ده او السحر ده معمول لك بقصد بعين قاصدة وحاسدة هتفسد بإذن الله وهينفك لوحده وهيمشي كل الكلام ده من قلب بيتك خلاص كده بدون مجهود منك كل اللي انت هتعمليه الخطوات اللي هقولك عليها أول شيء أو أول مكون هستخدمه معانا زي ما انتم شايفين وهي ورقة آه، تكون من قلب بيتك ورقه تكون فاضيه الورقه دي هتجيبي بي، هتجيبي قلم آه، آه، يكون آه، عادي انت بتكتبي بيه قلم جاف او رصاص زي ما انتم عارفين يعني انواع واشكال والوان الاقلام اللي احنا بنكتب بيها وهتكتبي في قلب الورقه دي آه، وانت فاتحاها طبعا المشكله بتاعتك المشكله بتاعتك عن الماديات المشكله بتاعتك عن مشاكل بينك وبين زوجك مشاكل عن يعني في سحر او في شيء موقف عندك الحمل في مشاكل بسبب الحمل او مشاكل بين ولادك وبعضهم مشاكل بين ابنك وبيته وزوجته وولاده كمان تقدري تكتبي المشكلة دي ولو مش عارفة تكتبي او مش بتعرفي تكتبي خلي اي حد حواليك او في البيت عندك يكتب لك الكلام ده في قلب الورقة اكتبي كل حاجة حتى لو هتكتبيهم عن طريق واحد العنصر الأولاني كذا أو أنا محتاجة كذا واتنين محتاجة كذا كمان أو في مشاكل في كذا ترقميهم تكتبيهم ورا بعض اعتبري نفسك بتفضفضي بتفضفضي في قلب الورقة عن كل المشاكل الموجودة في قلبك خلاص كده بعد ما تخلصي الورقة طبعا وحابة تكتبي ورقة اثنين بس المهم تطبقيهم أو تحطيهم وتعنيهم في جلب بعض كده هو بعد ما تخلصي تبدأي تطبق الورقة أربعة تربع زي ما انتم شايفين كده على أربعة خلاص بعد ما طبقتي الورقة بالطريقة دي والكتابة تكون من جوة ما تكونش من برة الكتابة كتابة الكلمات تكون من جوة مش من برة يعني مش باينة خلاص كده طيب هنبدأ بقى في الخطوة اللي هي أهم من أي شيء هتجيبي المصحف بتاعنا على صورة قاف هنجيب المصحف ونفتح المصحف طبعا ونسمي الله على طهارة وعلى صورة قاف وتبدأي إيه تحطي الورقة اللي انت كاتبة فيها كل شيء ده وزي ما قلتلك اعتبري نفسك أنتي وبتكتب الكلمات دي او بتكتب المشاكل اللي في حياتك اعتبري نفسك بتفضفضي هتبدأ ان انت تحطي الورقة بتاعتنا دي اللي احنا كتبنا فيها كل حاجة ايا كان حتى لو المشاكل دي لأخوكي أو لأختك أو لبنتك أو لابنك أو لأي حد خلاص أو حتى حد موجود في بيتك مش بعيد عنك خلاص هتبدأ تحطي الورقة كده بالطريقة دي وبالشكل ده وتبدأ تقفلي عليها المصحف وتسيب المصحف ده لمدة 3 أيام متواصلة هتسيب المصحف ده لمدة 3 أيام متواصلة بعد 3 أيام هتخرجي الورقة مطرح ما انتي ما بدون يعني بصي انا مش عايزاكي يعني تحطي المصحف ده في المكان اللي انتي معتاده بتحطي فيه المصحف خلاص يعني انتي بتحطيه في المكتبه او متعوده في الفجريه بتقراي بيه اقراي بيه عادي خالص بعيدا عن الصفحه اللي احنا حاطين فيها الورقه المهم عاملي المصحف بالطريقه اللي انتي بتعامليه بيها آه طبعا آه نظفيه كويس وراعيله آه ان هو في المكان الموجود اللي انت دايما او على طول بتحطيه في قدام العيون قدام ولادك المهم ان انت تاخدي بالك ان الصفحه اللي احنا حاطين فيها الورقه دي ما تتفتحش طيب الورقه دي او الصفحه دي او ال 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 الورقه اللي احنا حاطينها المفروض ما يتفتحش عليها قبل ثلاثة ايام ممكن في ناس بتحطها يومين لكن انا عن نفسي ثلاثة ايام مهمين جدا جدا وتلاتة عدد فردي تلاتة عدد فردي ممكن كمان خمسة أو سبعة زي ما أنتي محبة المهم يكون العدد هنا فردي ما يكونش زوجي خلاص كده طيب بعد ما آه هنخلص المدة هتاخدي الورقة دي تطلعيها وتبدأي تعملي لها تبخيرة بالملح آه على شوية فحم بدون بخور بدون بخور هتبخر الورقة دي بالفحم يعني تجيبي الفحم تخليه والع يهدى زي ما هتحطي عليه البخور او زي ما متعوده في التوقيت اللي بتحطي عليه البخور لانه الفحم مش بنحط عليه البخور وهو والع بنحطه بعد ما النار تهدى خلاص هتبدا تحطي مثلا بتاع معلقه ملح صخري او ملح ابيض زي ما انتي محبه الملح الموجود في بيتك بس يكون لو موجود في بيتك يكون العبوه اللي هتفتح منها الملح ده اول استخدام ليها وانا سبق وضحت الكلام ده قبل كده وهتبدا تعملي تبخيره تحطي الملح بقى على الفحم هيطلع صوت طقطقة جامد جدا 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 خلاص جامد جدا حتى لو تعمليه على عين البوتاجاز مش فحم ولكن انا بفضل يكون فحم لان احنا عاوزين تبخيرة بدون بخور بعد كده هتلاقي الملح بتاع مثلا تلت دقايق وهو بيطلع صوت جامد جدا 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 هنا هتتأكدي من كم الحسد والسحر الموجود في بيتك بالصوت ده خلاص كده حتى لو كانت نظره خفيفه وليها سنين برضه هتبان في الصد ده هتبدا ان انت بعد كده تحطي الورقه اللي انت طلعتيها من المصحف في جلب الملح ده وفي جلب الفحم هتولع وتطلع بخار طبعا يستحسن تكون في مكان في نص البيت يعني في الصالة مثلا علشان تتوزع الريحة بتاعت الورقة دي والملح وتكتكت الملح دي في البيت كله من غير ما انت ما تلفيه ولو حابه تلفي بيه اركان البيت طبعا لفي براحتك خالص لكن يستحسن يعني انه تكتكت الملح او الوصفه دي تعمليها وانت في نص البيت وكل الرواحه هتروح في البيت لوحدها بدون يعني من غير ما تلفي او من غير ما تروحي مكان ومكان لا فهي هتروح لوحديها لكل الاماكن وهتتركز طبعا على نص البيت علشان خاطر تفيدك اكتر لو انت شاكه انه اللي عنده سحر او حسد ده من ولادك او انت عارفه ومتاكده هتي واثناء البخور والتبخيره دي اثناء التبخيره مش البخور اثناء التبخيره المعينه اللي قلنا عليها دي يكون واقف جنبك وانت بتعمليها يكون افضل بكثير حتى لو انت يعني شاكه مش عارفه مين في ولادك او مين فيكم اللي معمول له الحاجه دي او محسود اوقفوا كلكم وانتوا بتعملوا الوصفه دي ولو مش حابه هم مش حابين ده خلاص خليهم بعيد واعملي برضو الوصفه دي في قلب بيتك اعمليها لابنك في بيته اعمليها لبنتك اعمليها لأي حد خلاص كده اي استفسار طبعا او اي تعليق. لنا في التعليقات وانا هرد عليكم اي حاجة مش فاهمينها اكتبوها لي برضو وانا هرد عليكم مش هبخل عليكم بالرد ابدا فما تبخلوش علينا بلايك للفيديو اشترك للقناة وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد وكل اشعار اه لما ننزل فيديوهات الايام الجاية بإذن الله